ازاي اعمل سولو حلو. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. كتير منا وهو بيعزف عاوز يعزف على خلفية موسيقية وعايز يعمل سولو حلو على الخلفية الموسيقية اللي هو بيسمعها دي، او لو كان عنده اغنية وعنده الكوردات بتاعتها عمل الكوردات وعاوز يعمل سولو على الكوردات ديت. ده نوع من الامبروفيزيشن. الامبروفيزيشن يعني ارتجال، راجل عايز يرتجل عاوز يعمل لحن حلو، واثناء ما انت بترتجل ساعات بتطلع لك افكار موسيقيه. في طرق كتيره جدا انك انت تقدر تعمل الحان، منها انك انت عجبتك تركيبه معينه من الكوردات وعاوز تعمل عليها، وبعد كده تبتدي تجرب الحان عليها لغايه ما توصل لجمله موسيقيه هلقط دي، تاخد ديت وتعمل عليها موضوعك الموسيقي. ساعات بتبدا انت في جمله موسيقيه حلوه جدا جت في دماغك، سولو حلو كده جه في بالك، وتروح مركب انت عليه الكوردات، ممكن تيجي بالطريقه ديت. فاحنا هناخد دلوقتي ان احنا عندنا مجموعه من الكوردات عامله تكوين ظريف جدا، وبعدين احنا هنبدا نعمل سولو عليه. طب هو انا اعمل سولو كده بقى ولا اي حاجه وخلاص؟ انا هقول لك الموضوع بسيط جدا عشان تعمل سولو في الموضوع دوت. تخيل ان احنا بنتكلم دلوقتي، فانا بقول لك مثلا انا هشرح لك دلوقتي طريقه عمل السولوهات، وانت هتستعمل السولوهات ديت في انك انت تعمل الاغاني الخاصه بيك. شايف الجملتين اللي قلتهم دلوقتي دول؟ هقولهم بطريقتين وانت تقرر انهي طريقه فيهم احسن لك. احنا دلوقتي هنشوف طريقه ان احنا نعزف السولوهات على الكوردات، عشان انت ممكن تستعمل السولوهات والكوردات ديت في انك انت تعمل الاغاني الخاصه بيك. دي اول طريقه. احنا هنستعمل دلوقتي السولوهات على الكوردات عشان انت تقدر تستعمل السولوهات ديت والكوردات في عمل اغاني خاصه بيك. انهي اسلوب افضل من التاني؟ طبعا الاسلوب الاولاني مش حلو، لان الاسلوب الاولاني ده انت عامل زي المكنه روبوت بنقول الجمل ورا بعضيها خالص، مفيش نفس بالظبط كان مكنه بتقرا. الاسلوب الثاني لا، انت حسيت ان في انسان بيقرا الكلام ده. ليه؟ لان قال جمله وخد نفسه، وقال جمله وخد نفسه، والصوت نفسه اتغير في الجمله نفسها. في الاول بيقول لك ايه؟ احنا دلوقتي هنتعلم شويه سولوهات على الكوردات. لو انا سكت هنا انت هتشوف الله. ها كمل كده. هقول لك عشان بعد كده انت تستعمل الكوردات ديت في الاغاني الخاصه بيك. شوف التون بتاع صوتي، اول جمله كانت حاجه تخليك متسائل سؤال، والجمله الثانيه فيها الاجابه بتاعتك. هو بالظبط ده العلم بتاع السولو. الموسيقى هي لغه، انت بتتكلم بالاله بتاعتك بتعبر بيها عن احساس جواك بجمال معين جاي في ودنك من الاصوات. فهنشوف الموضوع دوت وهنعمل طريقتين للعرض. طبعا مفيش حد بيبدا بان هو يبدا بالسخن على طول، يبدا باجابه السؤال وكل حاجه عاليه، محدش بيقدر يقول الكلام ده. احنا دلوقتي تتعلم الكوردات وهنعمل سولوهات عليها عشان تعمل اغاني خاصه بيك، خلي بالك. محدش بيقول التون دوت بالحماس دوت في اول جمل الموسيقيه. احنا مثلا هنقول جمله ان احنا هنتعلم دلوقتي السولوهات عشان نحطها على الكوردات عشان تقدر تعمل الاغاني الخاصه بيك. لو عملت الاغاني الخاصه بيك هتبقى حاجه جميله جدا، ونقدر نسمع منك حاجات حلوه، وممكن تكون فنان كبير. يعني شوف الحوار عمل باراجراف او عمل مقاله معينه من مجموعه جمل كونت لي موضوع. الموضوع ده بيختلف فيه بالعلو والوتو، وتون بتاع صوتي اتغير، والحماس في صوتي اتغير، وبعدين الحماس نزل على قاعده ثابته هو عايز يركز عليها. هو ده بالظبط موضوع الموسيقى. فلما تيجي تعمل سولو ما تبداش بالجزء السخن بتاعها على طول، لا خالص. ده دوت قمه الجزء السخن بتاعك ده، تخليه في الحته اللي هي انت عاوز القمه بتاعه السولو بتاعك يبقى فيها. فانت هتبدا ممكن تبدا مثلا بنقطه واحده، مش شرط كذا نقطه، كمان نقطه واحده تبدا بيها هتثير تساؤل وتبدا تكمل عليها الجمل بتاعتك. فاحنا هنسمع الطريقتين دلوقتي عشان انت تحكم حتى بودنك في السولوهات. ده اول سولو اللي هو الراجل الرغاي ده اللي ما بيسكتش. We'll be right back.
دلوقتي هنسمع بس واحد ابتدى يفكر ويعمل جمل كأنه بيتكلم بالظبط على الجيتار، بيعمل جمل كأنه بيتكلم بالظبط على الجيتار، ونشوف هيقول ايه. فالسولو انك انت تحاول تعمل جمل موسيقية ركبة على الكوردات اللي ماشي عليه المقطوع دي. على فكرة المقطوع اللي عملناها ورا الكوردات اللي عملناها ورا السولو دوت كانت سول ولامينير ودوماجير وريمينير، اربع كوردات بس عملنا عليهم الحكاية دي كلها. فانت تحاول دايما انك انت تعمل موضوع من السولوهات بتاعتك، السولوهات بتاعتك تكون عبارة عن جمل، الجمل بتاخد فيها نفس في النص وليها بداية ولي جملة تانية بترد عليها وليها جملة تالتة ترد عليها وليها ختام انت عاوز تقفل عليه الموضوع دوت. احنا هناخد كمان الموضوع دوت ليه جزء تاني ان احنا هنعمله بقى بالكوردات، الكوردات نفسها تبقى موضوع ازاي عشان تسهل لك انك انت تعمل سولوهات عليها، وازاي تقدر تعمل الموضوع كله كقصة او كحكاية. واشوفكم الحلقات الجاية.